وشي اللي عندك تاكل ما عندك ما تاكل والله الا كليت. سلام حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ كي غاديين مع الصيام؟ اموركم على خير؟ برنامج ديالنا عندك غتاكل ما عندكش، حتى هي غتاكل بحال دائما، وصفات اقل من 50 درهم، وهذه المره وجبه كامله متكامله حتى بالديسير ديالها. اوكي، بقاو معايا غنعطيكم المقادير. عندنا فلفله تغطيه بالخضره، وعندنا البروشيت حتى هو غيكون فيه الفلفله والبصله. هنا عندنا جوج بطاطات قريعه وحده خضراء مربعات، نص بصله مشنفه، شويه ديال الفلفله خضراء وحمراء. السيغ راه كتكون شيطه عندكم في الباب ديال الثلاجه. و 20 درهم ديال البروشيت ديال صدر ديال الدجاج ولا ديال لافند. عندنا هنايا شويه ديال الربيع، قزبر مكنوس، البيض، غنحتاجو غير 5 د البيضات. عندنا في العطريه الثومه، البزار، الزيت بيان سور، زيت العود، سكينجبير، ملحه، تحميره، خرقوم. وعندنا الوصفه اللي عجبت لكم كامله متكامله، غيكون فيها الديسير بيان سور باش تبرعوا عائلتكم وتكونوا ديال بصح حادقات بمعنى الكلمه. الديسير غنحتاجو فيه سيترو ديال الحليب، غنحتاجو فيه اي نوع من البسكوي، الله يجعل يكون غير صابلي ديال درهم، سنيده جوج معالق زبده، معلقه كبيره، وخنيشه ديال الكاكاو. هادو هما المقادير ديالنا. دابا غندوزو للتحضير. واحدة في دابا تحضير ديال الطبق ديالنا. هلا ناخدو شوية ديال الزيت، اللي وجهها شوية، زيدوا عليها مليحة، بزار، شحروها باش تكاراميليزا شوية، خرج لينا ديك البنة ديالها، حيت البصلة الا جينا حطينا فوق منها ديريكت اي حاجة مكتطلقش المذاق بحال الا خليناها تحمرات شوية، تعطي داك اللون الذهبي ديالها. هكا زعطينا البنة اكثر الاطباق ديالنا. دائما مع اطباق سهلة جدا واقتصادية وصحية بطبيعة الحال، على ما بغيتوش تحداكو والله. هاد الاثناء باش ما نتعطلوش غناخذو نصيبو الدسير ديالنا. غنحتاجو كاسرونه نديرو فيها سيترو ديال الحليب، هكا نديرو جوج معالق ديال مايزينا، عندنا جوج معالق ديال سنيدة على حسب الذوق ديالكم، كل واحد والحلاوة اللي كيبغي. وعندنا هنا خنيشة ديال الكاكاو، ناخدو واحد الطراب نحركو هادشي بحال هكا ونحطوه فوق العرش. حنا كنحركو في نفس الوقت بحال كنستغلو الفرصة ديال الوقت، نتوما هكا ونتوما هكا. نستمرو في التحريك تيبان لينا الخليط جانس مزيان، عاد نحبسو ونخليوه باش يدفى مزيان باش يعطينا اون كريم بحال كريم باتيسير بالشكلاط. طريقة جد اقتصادية وبنينة، ديسير ولا أروع. متقولوش ليا ما لقيناش باش نصيبو ديسير، ولا إلا كاع ما بغيتوش ديرو هاد المايزينا ولا الكاكاو ديرو الفلان، سي با غاف، حتى في الديسير حتى الفلان غادي كيتمشى.
انا كنعطيكم لا باز ياكو وانتوما ابدعوا من عندكم. هانتوما كي كتشوفوا معايا هنا البصله هيا وصلت اللون اللي بغينا. غنزيدوا دابا البغوشات ديال لادانت على هكا طريقه، وديما كما قلنا نقيو لو بلا حاجه خدمنا بها نحيدوها باش ما ترونش لينا الكوزينه. نزيدو شويه ديال الفلفله ما نديروهاش كلها باش تعطينا واحد البنه على هكا تعطينا اللوينات، حيت شنو قلنا العين كتاكل قبل من الكرش. درنا المليحه درنا البصل، نزيدو شويه ديال الزنجبيل هكا، نزيدو اوبس شويه ديال الخرقوم، نزيدو الحمار. كنت غنسى هم كثر العافية، ما تزيدوا لا ما لا حتى شي حاجه. الريحه يا سلام ما نعاودش ليكم. دابا غنغطيو عليه نقصوا العافيه ماكسيموم ونغطيو عليه باش يطلق ديك الماء ديالو ويطيب مزيان. انتما كتشوفوا ها هو طلق الماء ديالو المريقه هانتوما شتو كيولا تكاراميليزات مزيان ديك البصيله وديك الفلفله. وهذا ها هو وجد حتى هو لا كريم ديالنا باش غنصيبو الدسير. راه فاش غتبرد غتقال على بحال هكا غتولي تقل من هكا. فوالا نحيدو دابا هذا هذا بركه عليه خليه هكا وناخدو نقيلة أخرى اللي غنطيبو فيها التورتية ديالنا. نسيت ما قلتلكمش هاد لاكخيم نزيدو فيها واحد معلقة ديال الزبدة كومسا كتولي بنينة كتر. نحركو حدا سخونة حتى طفيو العافية عاد زيدو معلقة ديال الزبدة باش كتولي لاكخيم بنينة كتر. فوالا هكا نخليوها واحد شويه تبرد عاد نبداو ندريسيوها في زليفات ديالنا ولا كيسان ولا فيغين ولا اللي عندكم اللي عندكم ماشي مشكل. ندوزو دابا للطورطيه غنحتاجو نيت زبيده بهذا الشكل نديرو هنا ناخدو سباتول اخرى بغيتو حتى في هاد التورتيه تزيدو بصله حتى هي زيدوها من درنا البصله هنا باش ما نكثروش لوغو بزاف. نزيدو هنا جوج طريفات ديال الثومه هكا، نزيدو دابا بطاطا دابا نزيدو مليحة بحسب الذوق كل واحد و مقدار. دابا غنغطيو على هاد البطاطا هي والقريعه باش طيب وندوزو الدريساج ديال الديسير ديالنا. شي انا الهلا يخطيني عليكم والله العظيم دعيو معايا كنعاود نقولها لكم. عندك غتاكل ما عندكش حتى هي غتاكل. كما
درت لكم احبابي هاي بطاطا والكريعه راه طابت، ودابا غادي ندوزو الدريساج ديال الديسير ديالنا. ها هو اشنو غنحتاجو؟ شوفوا جيبوا كويسات زليفات اللي عندكم، حنا غير مع الساهله. بيمو بشكيطه شكون اللي عاقل على بشكيطه؟ ها انتم ناخذ شويه شويه. شوفوا لي هاد الديسير كيفاش اقتصادي وكيفاش تقدروا تخرجوا منه اكبر كميه ممكنه. شوفوا دابا شحال غادي نخرجوا منه. ها انتم كناخذوا بيمو بحال هكا في التحت وكنزيدوا لا كريم ديالنا كما قلت لكم، عندكم تنساو داك شويه ديال الزبده اللي زدنا. هالا كبوا الديسير ديالنا من فوق من بيمو هكا، نفرقوه بالتساوي هالا. شويه ديال بيمو مهرمش جيبوها صابلي، ما تعكزوش، جيبوها صابلي ديال درهم وما تعكزوش، دكوه وصيبوا به ديسير. دابا دخلنا عليكم بالله، اشنو اللي حسن؟ واش تجيبي طانون من الحانوت وتحطيه هكاك وما تباني ما درتي حتى شي مجهود، ولا تنوضي تحداكي فاش تحطي بقاو عليك؟ الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه. ناخذوا بحال هكا بيمو صحيح ونحطوه هالا. هانتوما اربعه ديال لي ديسير، هذا جهدي عليكم في الاقتصاد. هانتوما غادي دابا غادي خصنا على قبل، حيت قلت لكم الطورطيه خصنا هذيك البطاطا والكريعه اللي طابت، غادي نزيدو فيها البيض. بسم الله هالا نزيدو مليحه على حسب الذوق، شويه ديال البزار الربع على حسب الذوق حتى هو اللي كيبغي يديرو، وقريص هاد الحامض بحال دايما على حسب الزفوريه. هلا نضربو هادشي كامل، من بعد ما طربنا دابا البيض ديالنا مزيان غادي نزيدوه على البطاطا ديالنا اللي طابت هي والقريعه بالطريقه. بسم الله هادي راه ما يمكنش شحال كيحماقوا عليها الدراري الصغار. عاود نطيبوا لهم اومليت بوحدو، شوفوا شحال فيه دابا هذا ديال المنافع والفيتامينات. نقصوا البوطه ما امكن، نغطيو عليها. دابا غادي ناخذوا طبسيل ونقلبوا الطرطيه ديالتنا. هانتوما بالطريقة هيا، هانتوما ها التورتية، ها لي بغوشيت ديالنا، ها هو الديسير من بعد ما برد. هانتوما ها الشكل ديالو، ودابا غندوز معاكم الدغيساج. فوالا بسم الله. هانتوما غنقطعو التورتية ديالنا بحال هكا، انا غنقطعها على ربعه وغيشيط اللي بغى يزيد مثلا ولا مهم هكا وهكا وهكا. ناخذو دي بروشيت ديالنا بيان سور. فينكم الغلاقه؟ الا بغيتو تاكلوا هذا البلا جيبوا واحد الخبزه، ما تاكلوهاش بالفورس، تكون بالقمح، واخا تشريوها من الزنقه شريوها بالقمح، بقاو ديما في الصحي. وهاد الديسير بيان سور هادو هما الاطباق ديالنا ديال اليوم. كنشكركم على المتابعه ديالكم، وديما عندك غتاكل، ما عندكش حتى هي غتاكل. باي باي عليكم. وشي اللي عندك تاكل ما عندك ما تاكل والله الا كليتي.